دكتور، بما اننا وانا بس اشرنا عايز اقول تاكيدا للمحيطين لكلام بالمريض، دكتور اتفضل محمد في اتفضل يا حته دكتور. الذاكره، مهم قوي نوع الذاكره. يعني هي الذاكره اللي بتروح في الاول هي ايوه. الذاكره القريبه للاحداث. يعني العيان مريض الزهايمر في الاول ما بيبقاش فاكر الاحداث اللي حصلت قريب، لكن الاحداث البعيده بيبقى محتفظ بيها تمام. وده اوقات بيعمل زي ارتباك للاهل، يقول لك الزهايمر ازاي ده، فاكر لما كان في المدرسه وفاكر اصحابه. ما دي الذاكره البعيده، وممكن يبقى فاكر الكلام ده بس ما يبقاش فاكر هو كان ايه امبارح، ما يبقاش فاكر مين اللي قابله مثلا من يومين. دي نقطه مهمه، بس عايز عشان نطمن الناس اللي بيشتكي من النسيان ما يبقاش عنده الزهايمر. يعني عاده مريض الزهايمر هو ما بيجيش يشتكي من النسيان، مش واخد باله لا، من هو ناسي المرض. انه ناسي. يعني هو ما بيبقاش مدرك. انا بتكلم على حد لسه المراحل متقدمة، يعني لما بيجي واحد في العياده بيجي يقول لي انا عندي مراحل عفوا الزهايمر مبكرة يعني، لكن علشان بنسى، اقول له لو كون ان متقدمة انت خلاص. مدرك انك بتنسى يبقى ده غالبا طبعا. ما بيبقاش. اشهر سبب للذاكره هو القلق، القلق والتوتر. يعني القلق والتوتر هو اللي بنشوفه في عياداتنا. ده سبب انه الذاكرة ممكن تكون بالظبط مش كويسة، بالظبط بالظبط، بس ده كتير يا دكتور. ده كتير جدا يعني لو كتير بنتكلم جدا عن جدا. المجتمع طبعا طبعا الطلبه ايام المصري، الامتحانات، احنا كتير الواحد لما بيبقى مضغوط في شغله لا، كل ده بيبقى وثقافتنا موجود. يعني فكرة ربنا يستر بكرة على أي حاجة، ده يعني لو الأهل حد من الولاد في حاجة بيفضل قاعد الأهل لحد ما ربنا طبعا يعني طبعا يزيح أي مشكلة موجودة لا قدر الله على حد من الولاد. فالتوتر ممكن يبقى عند الأم أو الأب أكتر حتى من الابن، اللي هم بقى كمان سنهم أكبر، اللي هم معرضين أصلا. بالظبط ربنا يعني بالظبط. يديم الصحة هو دكتور والعافية محمد للجميع. قال نقطة مهمة جدا، مهم ان نفرق ايه النسيان ده. عشان كده احنا عندنا في مركز الطب النفسي في عين شمس عاملين حاجة اسمها ميموري كلينك او عيادة الذاكرة. اي واحد عنده مشكلة في الذاكرة بيروح لحد متخصص، هو بقى بيبدأ ان هو ايه، يقول له لا انت محتاج علاج نفسي، انت عندك قلق، انت عندك اكتئاب، او لا الحالة دي تستدعي ان احنا نعمل لها فحوص علشان نستبعد حاجات زي الزهايمر.